السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم تقريبا أردت فقط أن أعلق قليلا على هذه النقطة التي هي جد مهمة، وهي حول نقاط ومراجعة حول بعض اللغات. كل لغة كما نعرف لديها بناء. How we say in English, it has structure. Okay, structure. أوكي، هذا البناء اللي هو structure أنت تحتاجه حينما تواجه أو تخاطب شخصا ما while you speak. أوكي، حينما تخاطب، لأن شوف كاين واحد النقاط هي جد فعالة، وهي كما نقول لهم the tactics، هي التقنيات، هي tactics نتاع أي لغة. أوكي، those tactics you need before to speak. Okay, before doing anything else. قبل القيام بأي شيء آخر. اللغة الأجنبية، علا سموها اللغة الأجنبية؟ لأنها لغة غريبة عليك. You are not familiar with. لست سابق عهد مع. عفوا. قلت فلذلك أنت تحتاج إلى بناء تعرفه جيدا لكي تتكلم بشكل جيد while to speak well, and you have to manage your tactics while using the language. لنأخذ مثال، كاين واحد اللغات احنا أغلب الناس تحب تتعلمهم بدافع المعرفة، بدافع الحب، بدافع قوة الدولة. في 2022، شوف من 2022 وما بعد إلى ما لا نهاية، اللغة الجد مهمة أو اللغات اللي هما قاع أصلا مهمين، واحد الخمسة. أولا تجي تشاينيز، جونغو. أوكي، جونغو ده جونغو ده يوين. اوكي، جونغو ده يوين. كاين واحد اللغه اخرى اهم ايضا منها، وهي روسكي يزيك. روسكي يزيك، روسكي يزيك. Что я могу сказать? Русский очень важно поговорить, и также поудиц очень позиционно на смир, не нет, на диац, на свем. Okay, for all the time. Сения, Русия, испаньол тамбьен. Луга, Испания. Okay, испаньол. كاين واحد اللغه اخرى ثاني لازم تكون كاينه، هي الانجليش. اوكي، نورمالمون انجليش مازال تخش عليها. شوف راه فيها كثير من الانجليش، ات هاز ميني بابليكيشنز ان انجليش. كل تقريبا التجارب الاخرين قاعدين يترجموا باللغه الانجليزيه لقوه الولايات المتحده الامريكيه. بات افتر كاين الصين، كاين روسيا، كاين ثاني كدور اللغه الاسبانيه في العالم لانها اكثر انتشارا في اللغه الاسبانيه. كاين اللغه العربيه، كاين ايضا لغه جد مهمه والناس ما تعتبرهاش، وهي اللغه البرتغاليه، برتغيز. اوكي، برتغيز. اوكي، اقول لك يو اشو هي برتغيز موين 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 او تي. اوكي، بارا انتنديو، بارا 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 فلار فلار موين. عندنا هذه اللغات، قلنا كاين ايضا لغه مهمه ولكن ليست بالقدر كما الصينيه، لان من اللغات الاسيويه كاين اللغه اليابانيه. اوكي، كونو جينغو او كونو جينغو او هاناسو كو كوتو غا اومويماس. سوباراشي سوباراشي اومويماس. It's very interesting, very involving language, very educative. أيضا من ناحية أنها لديها صدى في العالم.
هاد اللغات تقريبا كل واحدة فيهم لازم نعرفوا كيفاش نتعلموها، صافي لازم نعرفوا شنو الملحة تاعها وشنو المغزى منها. اوكي، اللغة الكورية وتأثير كوريا ايضا في العالم، هانغوكو اونيل، هانغوكو او نو ريل، هانغوكو او نو ريل تشو اوتيو هانغوكو تشاليو تشاليو اولو تشال تشاليو نان نوميس نان نوميس تشال هانغوكو او نو ريل تشاليو سو مالاسو. To speak this language is also very interesting throughout the world, because even the revolutionary starts between China and Japan, Korea, they have the same level. كاين واحد اللغة تانية أخرى اللي هي مهمة أيضا بصح بدرجة أقل، هي الفيتنامية، بصح ماهيش لأن مادام الولايات المتحدة الأمريكية حاطة عليها مازال ما تقدش تعتبرها لغة من اللغات الأكثر تداخل على ناحية العالم لتعلمها. اللغة التركية ترك جديل أيضا، واللغة العبرية ترك جديل، ترك جديل وإفغيت. أوكي، إفغيت إفغيت لشون. أوكي، إفغيت لشون ترك جديل. شيم دي بيرسون ديلي تشوك 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 اهتياجم شو كهتياجم you need it very well شو كناني الماز بيشي كترجي كبليورسن when you when you know Turkish you have a good good level even to know about your Eastern languages. Okay, что также что мне мог сказать русский очень важно. Испанский también es muy importante. Con alguien go otro oímas to soborashi. L'italiano possiamo dire che l'italiano e l'espagnol le due il poi famoso del mondo che vogliono anche imparare. Portoghese, io acho che portoghese è molto importante per apprendere e per avere venero e si le sa con tutto il mondo. Why شو جيان وسيحوان شو جونغو جونغو يين زي تشينغل يوري why do ورنشي دا لوما شوشي جيان جونغو دا بطان خوا زي وكان تعال لخانتو يين زا جونغو بايسي. Okay, to know about more about the culture, more about the knowledge. So the هاد اللغات قال لازم تولي مليهم أو على الأقل تكون عندها دراية باللي هاد الترتيب تاع اللغات الأهم. قالهم دارهم الأستاذ عبيد هذو هما. كاين اللغة الهندية لكن ليس بالطبع لأن مستقبلها ماهوش كبير بزاف. كاين البنغالية أيضا ماهوش مستقبلهم كبير بزاف في ناحية التعلم أو من ناحية مسارهم في العالم ما بعد 2022. أوكي، هذا هو الملخص اللي وددت أن مرة نبغي ندير هكا orientation like orientation كي نقولو توجيه. اوكي، لغوي حول هذه اللغات المهمة. اوكي، take care about yourself. زن تشاو، تابعوني في القناة، علق، شارك القناة مع أصدقائك الذين يرغبون في تعلم اللغات. وشكرا لكم جزيلا و take care والسلام عليكم و peace out.